بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس رامي مراد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج Autodesk Revit MEB اصدار 2017. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض في المحاضره رقم 4 سيشن 4. هنكمل مع بعض شرح السيستم تاب، وهنبدا باول حاجه عندي في سيشن 4 النهارده اللي هي لينك IFC. وكنا ذكرنا في المحاضره اللي فاتت ان IFC ده اختصار لانترناشنال فاينانس كوربوريشن، اللي هي مؤسسة التمويل الدولية. وقلنا ان في مؤسسة دولية بدأت تعمل اكستنشن لملفات اسمه IFC، وتدمج الاكستنشن ده لبعض البرامج اللي شغالة في المعمار او شغالة في المباني الحديثة، على اساس ان انا اقدر اربط اكتر من برنامج ببعض واقدر استفاد من خدمات البرامج دي. يعني مثلا بيقول لك ان IFC ده برنامج، ممكن ده ملف ممكن تعمل له اعداد باكتر من برنامج. على سبيل المثال برنامج اسمه ارك كاد بروجرام. الارك كاد ده برنامج تبع اوتو ديسك برضو، بيعمل مباني معمارية شغل اركتشرال. ممكن انت بعد كده تعمل له اكسبورت IFC وتعمل له امبورت لينك او انسرت لينك للبرنامج الريفت بتاعنا. طيب في حاجة تاني بحتاجها للاي اف سي في الريفت، اقول لك ان انا ممكن اعمل اكسبورت للملف الريفت بتاعي، اكسبورت اي اف سي. طيب ده بيتم ازاي؟ ده بيتم ان انا بروح عند قائمة ار اللي احنا شرحناها، وباجي عند اكسبورت بلاقي فيه عندي حاجة اسمها اي اف سي فايل. لو دوس اكسبورت بيبدأ يخرج معايا ملف اي اف سي من الريفت. كده انا قدرت ان اخلق من الريفت ملف بامتداد IFC. طيب اقدر ادمجه على ايه؟ اقدر ادمجه على برنامج اسمه نيفيز ووركس. برنامج ده برضو برنامج نازل من اوتوديسك، وبقدر ان انا اعمل بيه برزنتيشن زي ما هو واضح في الصورة قدام حضراتكم كده. اقدر ان انا اخلي الدكت بتاع كل سيستم مثلا السبلاي للون معين، اكزهوست للون معين، الريتيرن البلاك ستيل مختلف عن الجلفانايزد، البايبس بتاعتي دي تبع انهي سيستم، دي تبع انهي سيستم، كل حاجه ليها لون. برزنتيشن لحضراتكم شايفينه قدامكم كده في الصوره، ده حاجه بتتعمل ببرنامج اسمه النيفز ووركس. يبقى انا قدرت ان انا اربط برنامج زي الارك كاد بالريفت، وبعد كده عملت له اكسبورت IFC برضو وادمجته بالنيفز وورك، ومن هنا بقدر ان انا اربط البرامج ببعضها. طيب دي معنى الاي اف سي او الحاجة اللي خاصة بالاي اف سي في برنامج الريفت. ايه تاني هناخده النهاردة؟ تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هي لينك كاد. دي حاجة مهمة جدا زي لينك ريفت بالظبط. كتير مننا بيجيله مشاريع كاد وهو بيبقى عنده رغبة ان ينفذها بالريفت. هو عشان يقدر يشتغل عليها ريفت هيحتاج ان ملف الاركتشرال بتاعه او رسومات الاركتشرال بتاعته تكون على الاقل جايله بالكاد، اسف جايله بالريفت، على اساس يبدا يبني عليها، ياخدها لينك زي ما احنا شرحنا كده في لينك ريفت، ويبدا يبني عليها مشروع الام اي بي. طيب فرضا انت المشروع اللي جاي لك كاد، انت عايز تشتغله بالريفت. طيب نقدر ان احنا نحول الكاد لريفت؟ نقدر. ازاي؟ هنشرحه مع بعض دلوقتي. بس هو بيقول لك هنا هاو تو انسرت لينك كاد. انت عشان تدخل لينك كاد هتعمل ايه؟ بيقول لك هتبرس على اللينك كاد ايكون، الايقونه بتاعت لينك كاد طبعا هي في قائمه انسرت، في انسرت تاب. لما تختارها هيفتح معاك الصفحه اللي قدام حضراتكم دي، ان انت تبراوز من على الكمبيوتر بتاعك لينك كاد، فيكون عندك ملفات كاد انت تقدر ان انت تختارها وتبدا ان انت تدوس له اوبن. بس في شويه حاجات لازم نظبطها الاول، زي الكالر، زي اللايرز، زي الامبورت يونت، زي البوزيشننج، زي بليس، حاجات زي كده هنتكلم عليها واحنا بنشرح ازاي ندخل اللينك الكاد. في نفس الوقت برضو في حاجات لازم اظبطها في ملف الكاد. انا عندي مثلا حاجه زي ما باينه قدام حضراتكم كده، عندي بيزمنت وجراوند وفيرست ميزانين سكند ثيرد فورث. فانا عندي يعني ليفل 2 3 4 5 6 7، في 7 ليفلات عندي انا عايز ادخلهم. فانا لازم اظبط على كاد الاول ان البيز بوينت بتاعت كل ملف معماري في البيزمنت تكون هي البيز بوينت بتاعت الجراوند، هي البيز بوينت بتاعت الفيرست، وفي
في نفس الوقت اتاكد ان هم كلهم محطوطين على 0 بوينت في الكاد، او محطوطين على بوينت واحده كلهم في الكاد، ان انا لما اجي اعمل انسرت في الريفت الاقي البيزمنت والجراوند والفيرست الكلام ده كله بينزل فوق بعضه في ليفلاته. يعني الليفل اللي هو البيزمنت ده مثلا اللي هو هيبقى الليفل مثلا 0، الليفل اللي بعديه هو الليفل 3000 هيبقى الجراوند. فلما احط الرسمتين مع بعض واجي ارفع المعماري من البيزمنت الاقيه بيقابل المعماري اللي انا رافعه في الجراوند، بيقابلوا بعض. ده بيتم ازاي؟ هفتح مع حضراتكم دلوقتي برنامج الكاد واوضح ده احنا بنقدر نظبطه ازاي. احنا كده فتحنا برنامج الاوتوكاد، وهو برضو احد برامج اوتو ديسك. لو حضرتكم فاكرين واحنا بنشرح من شوية في السلايدز، كان عندي قلت في 7 ليفلات في المشروع اللي احنا هنبدأ نشتغله، نحوله من كاد الى ريفت. السبع ليفلات احنا عايزين نحطهم كلهم في بيز بوينت واحدة، يعني او نخليهم كلهم الزيرو بوينت بتاعتهم واحدة. الكلام ده يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هعمل، انا هشرح لكم انا عملت ايه، حضراتكم ما تفهموا انا عايز او المعلومة اللي عايز اوصلها لكم. انا جبت الدور البيزمنت اول دور عندي، وبدأت ان انا اعمله كله بلوك بلس ان نديله دليل واكتب عليه بيزمنت زي ما حضراتكم شايفين. ده كده دور البيزمنت. انا لو عملت له موف خدته على جنب كده، ده بيزمنت. في نفس الوقت لسه في عندي 6 ليفلات موجودين. لو عايز اخد الفيرست اهو، السكند، ثيرد، حضراتكم فاهمين انا عملت ايه؟ انا دول 7 ليفلات بس فوق بعض. بعد ما حطيتهم فوق بعض عملت سيف للملف، وخدت الملف ده كوبي 7 مرات، وبدأت افتح الملف. احنا هنعمل اندو، نرجع الخطوات دي تاني. بدأت افتح الملف، انا بعد ما خدت كوبي 7 مرات كتبت على اول واحد ده اسمه بيزمنت، وبدأت ان انا اعمل كده واعمل ديليت. فكده بقى الملف اللي اسمه بيزمنت مفهوش غير البيزمنت، والمعماري موجود في نفس النقطة اللي موجود فيها المعماري بتاع دور الجراوند. ان انا برضو كذلك هنعمل اندو، ولما جيت في اللوحة اللي انا من ضمن السبعة اللي خدتهم كوبي سميتها جراوند، كل اللي انا عملته ان انا عملت سيلكت اول على 6 ليفلات اللي انا مش محتاجهم وقلت لهم ديليت، فاتفضل معايا الجراوند بقى ده المعماري بتاع الجراوند، وانا متأكد ان هو فوق المعماري بتاع البيزمنت بالظبط. دي حاجة انا لازم اظبطها الاول في الكاد قبل ما اعمل insert link او import كاد في الريفت. كده حضراتكم فهمتوا احنا اول خطوة بنعملها في الكاد بنعملها ازاي. اخد المعماري كله بتاع الادوار كلها ايا كان انا عندي كام دور، وابدأ اعمل المعماري كله بلوك واديله دليل، وابدأ ان انا احطهم كلهم في ملف واحد، يبقى واضح قدامي دليل كل معماري. ده الدور الرابع الفورث، ده الميزانين، ده الثيرد، ده السكند، ده الفيرست. كده كل دور دليله معايا، وبعدد الليفلات باخد كوبي من الملفات. انا عندي 7 ليفلات، فهيكون عندي 7 ملفات كاد كل ملف فيه دور. طيب هبدأ ادخل الكلام ده على الريفت ازاي. هنقفل الكاد ونفتح برنامج الريفت ونكمل مع بعض دلوقتي ونشوف هقدر ادخل ده ازاي. كده احنا فتحنا برنامج الريفت. طبعا احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل في شغل اركتشرال، شغل معماري، فلازم افتح تمبلت اقدر اشتغل عليها معماري. فهنيجي من بروجكت في نيو، هنختار نيو، هنعمل براوز، وهنختار حاجة من هنا تمبلت فايل نقدر نشتغل عليه الاركتشرال. طيب احنا عندي حاجة اسمها ديفولت ميتك، احنا هنختارها هنفتحها مع بعض ونبدأ نشتغل عليها. خلاص احنا سيلكتد عليها، هنقول له اوكي. هو هنا طبعا حضراتكم انا شرحت دي قبل كده، هو بيعمل ابجريد من 2015 من الملف ان هو اصدار 2015 لاصدار ريفيت بتاعنا اللي احنا بنشرحه 2017.
و17. كده هو فتح معايا الملف. هنلاحظ ان هو في الملف مديني هنا في البروجكت براوزر مديني ليفلين وهميين، يعني ليفلين كده هو حاططهم لي، انا عايز اعرف شكلهم ايه. قال لي انت عندك ليفل 1 على 0 وليفل 2 على 4000. انا اول حاجه الليفلين دول انا مش محتاجهم فهشيلهم خالص، دي اي اختصار ديت، شيلناهم خالص. وهبدا ان انا احط ليفلات جديده بتاعت المشروع بتاعي. طيب انا عندي كام ليفل في المشروع؟ عندي 7. طيب ارتفاع الدور قد ايه؟ ارتفاع الدور 3 متر. فهبدا ان انا هاجي من اركتكتشر وهاجي عند الباتيوم واختار الليفلز بتاعتي او الايكونز بتاعت الليفلز اللي انا اقدر احط بيها الليفلز بتاعتي. تاني خطوة دي من اركتكتشرال تاب، من ديتوم بانل، بختار الليفل وليها اختصار اسمه LL، يا اما اختارها من هنا وابدأ ان انا ارسمها معايا على طول، يا اما ان انا ادوس حرف ال L مرتين LL تبدأ تظهر معايا وابدأ احطها معايا برضو على طول. طيب احنا هنا لاحظنا الليفلات بتنزل ليها ارقام على طول، يعني هو ده ليفل 3، ليفل 4، ليفل 5. احنا هنقول له لا، احنا لو سمحت ليفل 3 ده هنسميه بيزمنت، والبيزمنت ده هيبقى على 0 3000، هيبقى على 0 او سالب 3000، ده تحت الارض ب 3 متر. طيب الليفل اللي بعديه هيكون الجراوند، والجراوند ده هيكون على 0 ليفل. الليفل اللي بعديهم هتلاحظ ان هو الليفل بياخد مكانه على طول، مجرد ما انا بعدله كليفل هو بياخد مكانه على طول. عندي بعد كده الليفل ده هنسميه فيرست، والفيرست هيكون على 3000. عندي بعد كده ممكن ادوس عليه كليك يمين واقول له كرييت سيميلر وابدا ارسم على طول برضو الليفل التانية بتاعتي، يعني ممكن مش شرط ان انا اروح اجيبها من الايكون فوق او ادوس ال، يعني زي ما اتحركوا ممكن كرييت سيميلر واشتغل على طول. طيب الليفل ده هيكون 6000، طبعا احنا قلنا الدور 3000 فده هيبقى ليفل سكند عندي. عندي طيب انا عندي برضو الميزانين، الميزانين ده كان دور موجود معانا بس الميزانين ده في المشروع هو بعد الاول، يعني بعد الفيرست، يعني ده المفروض يبقى ده السكند. هو هنا بيقول لي انت مسمي سكند قبل كده فده مش هينفع، فلازم اغير دي الاول لميزانين. هو بيأكد لي انت عايز فعلا تغير اسم، انا بأكد له واسمي هنا السكند. تمام ميزانين خليها بس سمول، ده اختصار ميزانين. كده وصلت للسكند، كليك يمين كريت سيميلر. انا ممكن زي ما حضراتكم شايفين انا بتحرك هنا، هو بيديني لينس، يعني انا حدودي فين. انا ممكن اختار ال 3000 على طول اللي هي 3 متر واشتغل عليها، او ممكن ان انا احط الليفل واعدله زي ما انا عدلت اللي فات. ان احنا هنا كده في دور ثيرد، وعندي الليفل احنا كده ليفل 1 2 3 4 5 6، عندي اخر ليفل ممكن ندوس LL نختار، نحاول ننوع على اساس الناس تفهم او تحفظ الاوامر اللي احنا بنشتغل بيها. ده هيبقى الفورس. كده حطينا السبع ليفلات بتوعي.
هلاحظ عندي هنا في بروجكت براوزر ظهر عندي حاجة اسمها structural plan فيها السبع بلانات بتوعي، حاجة اسمها الفلور بلان فيها السبع بلانات بتوعي، حاجة اسمها السيلينج بلان فيها السبع بلانات اللي فيهم اقدر احط فيهم شغل السيلينج بتاعي. طيب انا عندي بيزمنت بدأ لقيت بعديه فيرست بعده فورس بعده جراوند بعده ميزانين بعده سكن، فالدنيا ملخبطة ارتبهم ازاي؟ ده ترتبهم ان انت هتيجي هنا في البيزمنت وتكتب قبليه واحد ترقمهم، يعني تحط رقم قبل الاسم، وهنا تكتب اتنين. خمسة و ثيرد هيبقى السادس، وآخر حاجة عندي اللي هي الفورس ده هيبقى الرابع، آسف الفورس اللي هو السابع. هلاحظ هنا ان بقى بيزمنت جراوند فيرست ميزانين سكند ثيرد فورث اترتبوا مع بعض بترتيب الارقام اللي احنا حطيناها. طيب ده شيء هايل. هنبدا مع بعض بالبيزمنت. انا كده واقف في البيزمنت وهبدا ان انا اعمل من سيستم اقول له اسف من انسرت هقول له عايز اخد لينك كاد. بصوا يا جماعه لينك كاد هي هي امبورت كاد. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان في لينك كاد انا بدخل الملف الكاد بتاعي كلينك، ولو حصل عليه اي تعديل بيظهر عندي هنا يعني وارنينج او تحذير في الريفت، خد بالك حصل تعديل في ملف الكاد اللي انت واخده لينك. طيب في حاله ان انا بقول له امبورت كاد هو بيدخله خلاص بقى هو مدمج مع برنامج الريفت، في حاله ان حصل عليه تعديل مش هيفرق معايا او مش هيظهر عندي اي تاثير للتعديل. طيب ايه تاني ميزة او فرق ما بين الامبورت كاد واللينك كاد؟ ان اللينك كاد بيبقى ليه مسار، مساره مثلا ان هو محطوط في بارتيشن اي في فولدر اسمه مثلا بروجكت، جواه فولدر تاني اسمه لينك، جواه الملف. لو المسار ده في اي حاجة فيه اتغيرت، يعني بارتيشن دي حد غير اسمه او البارتيشن اللي اسمه بروجكت حد غير اسمه، البرنامج الريفت مش هيشوف الملف، ان المسار بتاعه يعتبر بقى تايه، هو بيروح على المسار ما بيلاقوش، بيلاقي ان في حاجه غلط، الاسماء او المسار اسامي اتغيرت فهو ما بيفهمش، فما بيقدرش يقرا اللينك كاد، فلازم ان انا اعمله لينك من اول وجديد. كذلك لو ملف كاد اتنقل من مكانه برنامج الريفت برضو مش هيشوفه، انه يعتبر برضو مساره اتغير. امبورت كاد ده ما بيحصلش، امبورت كاد مجرد ما بدخل الحاجه امبورت خلاص، ممكن حتى لو مسحتها من على الجهاز كملف كاد انا مسحته هو كده كده امبورت كاد مع الريفت مش هيأثر معايا في اي حاجة. احنا دلوقتي هنبدأ نعمل امبورت للبيزمنت. احنا هنقف على البيزمنت دبل كليك انشطه معايا وابدأ اعمل اللينك كاد بتاعي. طيب في حالة ان انا عامل دبل كليك على الجراوند هو اللي نشط معايا، يبقى اللينك كاد اللي انا هدخله يبقى الجراوند. حاله ان انا على الفيرست يبقى اللينك كاد او ملف الكاد اللي هدخله هو ملف الفيرست. وانا واقف على الفلور بتاعي او الليفل بتاعي في الريفت وبعمل انسرت، الانسرت ده بينزل على الفلور بتاعي او يعني ينزل على الليفل اللي انا واقف عليه. فعشان الموضوع ده يبقى ماشي معايا بشكل مظبوط احنا قلنا هنبدا بالبيزمنت. عشان اللوحة برضو معايا تبقى خفيفة شوية انا هعمل close للهيدن، كنت شرحت دي السيشن اللي فاتت. احنا كده واقفين في البيزمنت ومن insert هقول له انا عايز اعمل link كاد وهروح للمسار بتاعي. انا كده وصلت للمسار اللي فيه السبع ليفلات بتوعي من رقم واحد لرقم سبعة. الاول فلورز دي اللي فيها السبعه كلهم فوق بعض قبل ما اخدهم كوبي. انا قلت حركهم ان انا كنت حاططهم هنا، خدتهم كوبي سبع مرات. في اول واحد سميته بيزمنت ودخلت عليه مسحت كل الادوار اللي معايا ما عدا بيزمنت. تاني واحد جراوند مسحت كل الادوار اللي عندي ما عدا جراوند. فضلت على كده عشان ابقى مطمن ان المعماري بتاع بيزمنت فوق معماري جراوند فوق معماري الفيرست لما دخلهم على الريفت كلينك
ينزلوا فوق بعض، وده هيبان مع حضراتكم دلوقتي. طيب انا دلوقتي هدخل البيزمنت، فبقف على البيزمنت وفي عندي شوية حاجات تحت كده نتكلم عليها بشكل سريع. بيقول لي هنا colors، انت عايز تنزل colors عبارة عن ايه، invert ولا press rev ولا black and white. invert ده بيقول لي انها تبقى لون عاكس، يعني هينزلها بلون فوسفوري كده او لون واضح جدا على حدود المعماري او حدود الحاجة اللي انا بدخلها. press rev ده هينزلها زي ما هي موجودة في الكاد بنفس الوانها بالظبط، دي هينزلها باصلها. بلاك اند وايت هنزلها طبعا ابيض واسود، يعني مش هينزل فيها الوان، زي ما حضراتكم شايفين هنا في الوان تقريبا اخضر واحمر وشويه الوان كده. احنا هنختار البريس ريف عشان تنزل بالاصل زي ما هي. طيب عندي حاجه بعد كده برضو اسمها اللايرز والليفلز. اللايرز دي اللي هي الليارات في الكاد، بيقول لي انت عايز تنزل كل الليارات الاول بتاعت الرسمه اللي انت بتدخلها دي، ولا عايز تنزل الفيزابل بس اللي هو ظاهر بس، يعني الهيدن او اللي احنا قافلينه عاملينه هيدن ما ينزلش، ولا سبيسيفاي، ولا انت عايز تحدد حاجات معينه تنزلها. طبعا انا هقول له اول. الامبورت يونت دي حاجه مهمه جدا، طبعا اللوحه بتاعتي بتاعت الكاد المعماري بتاعها مرسوم بالمليمتر، فلازم لما اجي اعمل امبورت يونت ادخلها بالمليمتر. عندي بعد كده البوزيشننج، لازم اختارها اوتو اورجن تو اورجن، تمام اوتو اورجن تو اورجن، دي اللي احنا الاختيار بتاعنا اللي بنختاره لما بنيجي نعمل لينك او امبورت للكاد. والبليس ات بيزمنت، احنا في البيزمنت كده، احنا مفيش حاجه تانية هنتكلم عليها، الحاجات التانية دي ما بحتاجهاش خالص وانا بعمل لينك او بعمل انسرت للكاد. انا هقول دلوقتي اوبن، هلاحظ ان ظهر معايا ملف هنا، ده البيزمنت بتاع المشروع بتاعنا، نزل خلاص مع البيزمنت. انا عندي هنا فور الفيجنز، ممكن اخدهم موف وابدا ان انا احطهم جنب المبنى بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. ممكن احرك بالشكل ده بس كده، احطهم معايا على اساس ان انا ابدا اشوف الايفيجنز بتاعت المبنى لما ابنيها. طيب لوحه الكاد اللي نزلت معايا دي نزلت عباره عن ايه؟ دي نزلت معايا زي ما حضراتكم شايفين، هي مش ناشطه معايا في اي حاجه، هي موجوده عندي كشكل بس. طيب لو جبناها في 3D هنلاحظ انها عباره عن بوستر، حاجه ملزوقه او حاجه كده، ما لهاش مش 2D يعني 2D موديلنج، مش 3D. لو جبناها بشكل افقي كده هنلاحظ ان هي يا دوبك خط، هي خط معايا، هي عباره عن خطوط في مستوى واحد، ما فيهاش اي حاجه ثلاثيه الابعاد او 3D موديلنج اقدر اشتغل عليها. طيب هنبدا ان احنا نحول الملف ده دلوقتي المعماري ده، نحوله من كاد لريفيت، هنشوف ده ازاي. اول حاجه لما باجي احول الحاجه من كاد لريفيت، او لما اعتبر نفسك ان انت بتبني مبنى حقيقي، فاول حاجه انت محتاجها تعمل ارضيه، بعد كده تحط العمدان، بعد كده تبدا تعمل حوائط، بعد كده تبدا تصب السقف بتاعك. احنا هنمشي الموضوع بنفس الترتيب، هاجي من اركتكتشرال تاب واختار الفلور، والفلور بتاعتي هنا هو بيقول لي انت عايز فلور بتاعتك السمك بتاعها كام، 150 ولا 300 ولا انت عاوزها عباره عن ايه. احنا هنختارها 200، ده فلور معاها الفينش بتاعها، خليها 200. احنا اخترنا الفلور. عندي هنا في الموديفاي فاتح معايا بيقول لي ان انت ممكن تختار ان انت ترسم الارضيه بتاعتك، انت اللي تحدد بدايتها فين ونهايتها فين، تمشي انت عليها. ده ازاي؟ زي ما انا هوضح لحضراتكم كده، انا ممكن اعمل كده، انا كده بحدد الارضيه بتاعتي او بتاعت المشروع.
انا بختارها بالشكل ده تمام، يا اما ان انا بعمل اندو، بلغي الاوامر او بلغي الخطوات اللي انا خدتها، يا اما ان انا باجي اقول له اعمل ريكتانجلر على طول. انا لو اخترت كده الدور كله بالشكل ده هيعمل لي ارضية بالشكل اللي انا حددته. برضو الكلام ده دي طريقة لو المبنى عندي حدودها واضحة، او ان انا اختار البيك لاين. بيك لاين ده الخط اللي هدوس عليه هيبقى سيلكتد معايا كحدود للارض، زي ما انا بختار خط ده الخط ده الخط ده، الخطوط دي كده بتبقى سيلكتد معايا، لون الماجنتا اللي بيظهر معايا دي كده حدود الارضية اللي انا ببنيها في الرسمة. انا بحاول اشرح الموديفاي او الحاجات اللي بيجي دي عبارة عن ايه، وهبدأ دلوقتي انفذ فعلا الارضية. اختار فلور، وانا هختار ان انا ابني الارضية بالشكل اللي انا عايزه، وهبدأ من هنا. انا همشي على حدودي بالشكل ده، دي حدود البيزمنت عندي انا ماشي عليها خطوة خطوة. لغاية ما اقفل الدايرة معايا كده انا حددت الارضية اللي انا عايزها. مجرد ما هدوس على فينيش، علامة صح دي اللي هي فينيش، بلاحظ ان انا ظهر عندي حاجة زي ما حضراتكم شايفين، بقدر نعمل عليها سيلكت. طب دي عبارة عن ايه؟ دي هتبان معانا لو جينا في الثري دي. لو جبنا الفرونت فيو نعمل زوم هنلاحظ ان ظهر عندي هنا ارضية، دي مجرد ما بقف عليها بيقول لي ده فلور، يبقى انا كده بنيت الارضية بتاعتي وظهرت معايا بالفعل في الثري دي. هنكمل نخش بعد كده نبدأ نبني العمدان بتاعتي. هنيجي من كولوم هنا، هاجي اختار العمود الخرساني مش هلاقيه، فهبدأ ان اعمل لود فاميلي واروح للمسار بتاعي اللي احنا متفقين عليه في السي، في بروجرام داتا، في اوتو ديسك، في ار في تي 2017، في لايبريز ايجيبت، وهبدأ اختار العمدان بتاعتي. عندي ستراكشر كولومز اهي، عندي كونكريت، واختار ريكتانجلر واقول له اوكي. انا كده نزلت عمود وهبدأ ان انا احطه معايا في الرسمة. قبل ما احط العمود معايا في معلومة الاول لازم اعرفها، اللي هي ايه؟ العمود ده اللي موجود عندي في الكاد هو كام في كام؟ هاجي من الدايمنشن، هو بيفكر نعمل سيف ولا لا، احنا نقول لا، واشوف العمود ده كام. قال لي العمود ده 550 في كام؟ في 300. طيب معلش يا جماعه، فاكرين قلت لكم ان احنا مدخلين لوحه بالمليمتر ولوحه الكاد كانت بالمليمتر قبل موضوع العمود، بس نتاكد ان لما نزلتها مظبوطه. ده دايمنشن من الريفت بيقول لي ان دي 2870 والكاد كان جاي ل 2870، فانا بطمن ان اللوحه مصحوبه عندي صح. دي ايه انا مسحته؟ معلش نرجع لموضوع الكولوم تاني، انا حبيت بس اكد عن الموضوع ده، ان دي حاجه تبقى مهمه نتاكد ان انا ساحب لوحه الكاد عندي الدايمنشن بتاعتها مظبوطه او ابعادها مظبوطه. احنا قلنا عندي هنا عايزين نشوف دايمنشن دي كام، كانت 550 في كام في 300. طيب احنا هنيجي من اركتشرال ونختار الكولوم. عندي العمود نازل في 300 في 450، 450 في 600، 600 في 750. طيب مفيش ال 550 في 300، اعمل ايه؟ هخش على edit type، ومن edit type هدوس duplicate. duplicate هو العمود ده كان اسمه 300 في 450،
طيب بتاعه 300 في 450، هو بيعمل لي النيو، قال لي 300 في 450 2، يعني هو بيقترح عليا نفس الاسم بس اداله رقم 2. انا اقول له لا، احنا هنشيل 2 دي وهخلي ده 550، يبقى 300 في 550. وهاجي هنا ده مقاس العمود الدبس والهايت بتاعته، هو 500، احنا هنعمله 300 في 550 نفس المقاس اللي عندي، وهقول له اوكي. هيبقى ظهر معايا الثلاث مقاسات القديمة اللي هي كان 300 في 450 و450 في 600 و600 و750 بلس المقاس الجديد اللي انا حطيته 300 في 550، واجي وابدأ اسقطه معايا في الرسمة. طيب انا نزلته بس نازل مش متوافق مع العمود اللي انا موجود في الكاد، يعني هو نازل فيرتيكال والعمود اللي عندي هوريزونتال. اعمل ايه؟ هسلكتد عليه وادوس بالمسطرة مرة على السبيس بتاعت المسطرة في الكيبورد مرة، هلاقيه لف معايا، وابدأ ادوس عليه تاني واختار من الموديفاي، هعمل الاين. الاين هنا هحدد حدود العمود اللي في الكاد وحدود العمود اللي انا منزله عشان يبقوا على اللاين واحد او مع بعض او خط واحد مع بعض. كده انا حطيت العمود. طيب عايز اشوف شكله ايه، الشكل اللي انا حطيته ده شكله ايه؟ ممكن نروح للثري دي ابص عليه. اهو انا كده في الثري دي، وده العمود اللي انا حطيته معايا. يبقى انا كده عندي في الثري دي في الارضية وفي عمود انا بنيته. طيب عندي عمود بعديه مقاسه كام؟ برضو 550 في 300. يبقى انا ممكن احدد العمود ده واقول له كوبي، واخده بيس بوينت من هنا واحطه هنا، واجي احطه هنا برضو. بس العمود ده هو 300 مظبوطة بس 550 مش مظبوطة، ممكن نعرف طوله كام ونعمل دبل كيت ونعدل العمود ده كمان. فالعمود ده طوله كام؟ ده 1500. يبقى انا هسلكتد على ده واخش ايديت تايب واقوله دبليكيت، ويبقى 300 في 1500، واجي اغير مقاسه لهنا ل 1500، واقوله اوكي. هلاحظ ان العمود خد الدايمنشن مظبوطه، محتاج بس ان انا اعمل له اللاين معايا. هو كده اتظبط معايا. طيب في عمود تاني بعديه بس مقاسه مختلف، نعرف مقاسه كام؟ 1100. احنا خلاص متفقين ان الدبس او الهايت بتاعه 300، فاحنا دلوقتي هنختار العمود ده وهنعمل له كوبي، وهناخده كذلك نسقطه معانا، وهسلكتد عليه واخش برضو اقول له دبل كيت، وده هيبقى 1100. اوكي، واعدله هنا. يبقى انا بعدل النيم وبعدل السايز في البرامتر بتاعت العمود. مجرد ما اقول له اوكي هلاحظ ان العمود خد الدايمنشن بتاعته المظبوطه. هعمل له الاين الاين، ندوس الاول على حدود العمود في الكاد، بعد كده حدود العمود بتاعي. كده انا ظبطته. عندي بعد كده عمود صغير مقاسه 600. 600 ده مش عندي، ممكن ناخد كوبي من العمود ده ونحطه هنا. طبعا هو ده 550، فاحنا هنخش عليه edit type duplicate ونخليها 300 في 600، وهنيجي هنا نخلي الهايت دي 600، ونعمل اللاين للعمود. وعندي عمود بعديه هنشوف مقاسه كام، ده 500، ناخد دي كوبي. انت هتلاحظ ان وانت شغال في حاجة زي كده العمدان في الاول هتقعد تظبطها، وبعد كده هتلاقيها بتتكرر معاك كتير، فانت هتلاقي ايه اللي انت عملته موجود عندك، مش هتحتاج تظبطه تاني. قلنا دي 300 في 500،
سي ودي 500 ونعمل الاين العمود كده نزل معايا مظبوط. شوف هنا برضو العمود ده مقاسه كام، ده 600، 600 ده احنا لسه عاملينه هنا اهو، ده 600 في 300 ناخده كوبي زي ما اتحركهم بدأ يتكرر معايا اهو، فانا مش هعمله تاني، انا هاخده احطه على طول. وفي عمود هنا برضو نشوف مقاسه كام، ده 1100، 1100 احنا كنا عاملينه قبل كده اهو، ناخده كوبي. ممكن تاخده كوبي وممكن تنزله على طول انت وتعمله اونلاين، بس هي كوبي بتأسرع شوية في الشغل يعني، بدل ما انزله يبقى مش مظبوط واعمله اونلاين من هنا ومن هنا واظبطه. طيب احنا كده حطينا كام عمود؟ حطينا 1 2 3 4 5 6 7 8. تعالوا نبص على المنظر في 3D. ادي العمدان اللي انا حطيتها على الرسمة بتاعت الكاد. هنلاحظ حاجة برضو عشان حضراتكم تبقوا فاهمين النقطة دي، انا مجرد ما بقف على العمود فبيقول لي انت البيز ليفل بتاعك اللي هو البيزمنت، وبيقول لي ان البيز اوفست بتاعتك زيرو. بيز اوفست، اوفست ان انت هتنزل تحت البيزمنت بقد ايه، يعني انت البيزمنت ده البيز بتاعك اللي هو الزيرو بتاعك، الاوفست بتاعت البيز ده انت كده بتنزل تحت الليفل ده، يعني بتنزل لتحت مش بتطلع لفوق. وعندك التوب هايت بتاعتك هو عاملها برضو هنا البيزمنت، والتوب اوفست بتاعتك هي 2500، يعني العمود ده طوله 2.5 متر من ليفل البيزمنت. احنا مش عايزين نخليه كده، انا ممكن اختار العمود ده واقول له العمود ده انا عايزه التوب ليفل بتاعتي تبقى الجراوند والاوفست بتاعتي زيرو، انا مش عايزه فوق الجراوند بحاجة. هنيجي نشوف المنظر في 3D. لو جبنا الفرونت هتلاحظ ان اول عمود بقى طويل شوية، ان ده وصل بارتفاعه 3 متر لغاية الجراوند، انما دول على 2.5 متر. هنعدل ده كمان، هقول له انا خلي دي مش من البيزمنت خليها للجراوند، خلي دي زيرو. هلاحظ ان هو كذلك ظبط معايا. ده يعني ايه؟ يعني انا بحدد ان العمود ده البيز بتاعته تبقى في البيزمنت، وهو ارتفاعه او الهايت بتاعته توصل لغاية الجراوند او الليفل اللي فوقيه، انا فوقيه ليفل الجراوند فهو بيوصل على طول لليفل الجراوند. طيب العمود ده تعالوا نجرب ان احنا في البيز اوفست هنا ادخله اي رقم، يعني ادخله مثلا 2000. هتلاحظ ان هو ده البيز بتاعتي بدأ من اوفست 2000 منها، هو بدأ لفوق 2000، يعني بدأ ما بدأش من الزيرو بتاع البيزمنت، بدأ من بعديه ب2000. طيب احنا اندو، لو اخترته وهنا في البيز بدأت اكتبها بالسالب زي ما اتحركوا هتلاقيه بيعمل العمود لتحت، هو كده من البيز نزل لتحت 2000. طبعا احنا مش عايزين كده، احنا هنخلي دي زيرو زي ما كانت، وهنبدأ نسلكت على العمدان كلها ونيجي نقول له خلي التوب في اسف التوب بتاعها في الجراوند والاوفست بتاعها زيرو، فهم كده كلهم ظبطوا معايا في 3D. ده شكلهم. نقفل 3D ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني باقي العمدان اللي موجودة. عندي عمود هنا شكله مقاس جديد شوية ما عملناش قبل كده، ده 550 في 550. هاخد اي عمود من اللي انا عاملهم كوبي وهاجي احطه كده هنا، وهبدأ ان انا اسلكت عليه واقول edit type ودبليكيت وعدل مقاسه ل 550 في 550، وعدل هنا مقاس ل 550 واقول له اوكي. العمود كده خد المقاس المظبوط وابدأ ان انا انزله. أأكد مع حضراتكم لازم اسلكت على العمود واقول له edit type واقول له duplicate
دبل كيت، انا باكد على دبل كيت، ان انت لو نسيت تدوس دبل كيت وعدلت هيتعدل على العمود اللي انت خدته كوبي وعلى اللي زيه. يعني مثلا هشرح لحضراتكم يعني ايه. يعني انا خدت العمود ده، عندي عمود هنا، العمود ده عرضه كام؟ مع حضراتكم هنا هنشوفه. ده مثلا عمود عرضه كام؟ ده 1000، ده متر ونص، 1500. انا لو خدت ده قلت له كوبي نزلته هنا ودخلت عليه edit type وما قلتش duplicate وعدلته على طول ل 1500، مجرد ما اقول له اوكي هلاقي اللي فوق كمان اللي انا واخده كوبي هو كمان بقى 1500. فانا كده صلحت عمود وبوظت اللي انا كنت عامله قبل كده. فعشان انا ما اقعش في الغلطة دي لازم اقول له duplicate قبل ما اغير المقاس. انا كده عملت اندو، رجعت خطوتين، بقول edit type واقول له duplicate واقول ده خليه 1500 في 300 وابدا اعدل. بس انا مش هعمل كده، ان احنا عملنا مقاس ال 1500 قبل كده موجود عندي بالفعل، فانا هسلكتد عليه على طول وابدا اعمل اللاين العمود بتاعي. عندي بعد كده في هنا عمود كمان مقاسه ده 1000 في، طيب ناخد مقاس مظبوط، 1000 في 300. طيب 1000 في 300 المقاس ده ما ظهرش معايا قبل كده، هناخد ده كوبي انزله معايا هنا وسيلكتد عليه اديت تايب دوبليكيت، هيبقى 300 في 1500. هو في 1000، 300 في 1000. هو هنا قال لي انت 300 في 1500 موجودة قبل كده، ففي حاجة هو شايفها غلط فبينبهني. يعني كده 300 في 1000، وهنبدأ ان احنا نعمل اللاين العمود. كده العمود اتظبط معايا. طيب عندي عمود هنا كمان مقاسه نشوفه ده 500 في 300، مقاس 500 موجود عندي بالفعل. انا هاخد ده كوبي، بس ده 600 فانا هحط ده كوبي وهسلكتد عليه واختار 500 في 300. اهو 500 في 300، ونعمل له اللاين. عندي هنا عمود كمان 450 في 450، هاخد العمود هنا كوبي، الموضوع بسيط مفيش حاجة فيه صعبة خالص. هنشوف مقاس 450 في 450 احنا عملناه قبل كده ولا لأ. لأ مش موجود، فنبدأ ان احنا نخش edit type duplicate، ده هيبقى 450 في 450، هنقول له اوكي، نعدل مقاسنا طبعا، هنقول له اوكي، نعمل اللاين للعمود عشان ينزل في مكانه. عندي بعد كده في هنا في عمود هنا، ده عمود مقاسه كام؟ احنا كنا خدنا اللاين، نرجع تاني ناخد بس الدايمنشن، ده 1945، نتأكد من المقاس مظبوط. 1945 في كام؟ في 30. يبقى انا ممكن اخد اي عمود من هنا كوبي واحطه عند العمود ده اللي انا عايز ابنيه، وادوس مسطرة عشان يلف معايا،
واقول له edit type duplicate واقول له ده هيبقى لو سمحت من فضلك ادي 1945. هنيجي هنا نقول له ده هيبقى 1945 ونعمل له align. كده نزل معايا العمود، ناخده كوبي عشان نحطه عند العمود اللي بعديه، هما تقريبا نفس المقاس. طيب في عمود هنا مقاسه كام نشوفه برضو. احنا كنا نعمل اللاين طبعا، ده هو ما فهمنيش احنا عايزين نعمل ايه، قالك فيها غلط، بس هو عمل حاجة، في حاجة حصلت في خط كده. ده الخط بتاع ايه؟ ده الخط بتاع الفلور، هو نقل خط الفلور. نعمل اندو، ناخد ده كوبي، نرجع للخطوتين. نرجع تاني نشوف الدايمنشن العمود ده كان كام. ده 1500، 1500 احنا عملناه قبل كده اهو موجود عندي. ناخده كوبي، هنيجي نحطه هنا على طول. عندي بره في عمود برضو، نشوف مقاسه كان كام. ده 650 في 650، المقاس ده احنا ما عملناهوش قبل كده. فناخد اي عمود كوبي واسقطه معايا واخش عليه اقول له edit type و duplicate، وده هيبقى 650 في 650، واختار 650 650 المقاس بتاعه، ونعمل له الالاين عشان يظبط. كده احنا خلصنا عمدان الصفين اللي فوق دول، وبنخلص الجنب ده. طبعا بتلاقي للمبنى في محاور او في جايدز عندك انت بتشتغل عليها، زي مثلا محور اي محور اف. الاكسس دي كلها بتبقى معمولة على العمدان، فانت وانت شغال عشان ما تنساش حاجة ممكن تمسك جايد جايد يعني ايه، وتمشي معايا تخلص عمدانه وتخش بعد كده على بي او سي، تخلص عمدانها وتخش على دي تخلص عمدانها على كده. بس انا عندي المبنى بسيطة وحجمها صغير، فهي باينة قدامي. المباني لو اكبر من كده ممكن تتلخبط او ممكن تنسى تعمل حاجة، تنسى تحط عمود، تنسى تبني حيطة. احنا هنبني حائط دلوقتي برضو، هنقفل الدور ده كله المعماري بتاعه. العمدان خلاص تقريبا بدأت تتكرر معايا، فانا كل اللي انا بعمله ان انا باخد كوبي بس. طيب انا هلاحظ ان العمدان اللي فوق تقريبا هي مشابهة لنفس الصف بتاع العمدان اللي تحت هنا، فهبدأ ان انا اسلكتد عليها كلها. انا بدوس كترل او كنترول من الكيبورد وسلكتد عليهم كلهم، وهعمل كوبي مرة واحدة واخدهم بيس بوينت، اسقطهم معايا الناحية التانية. هلاحظ برضو ان انا عندي هنا في عمود، هنشوف مقاسه كام. ده احنا ما عملناهوش، ده 650 غالبا، في 650 برضو باين ان هو مربع مظبوط. طيب العمود ده احنا عملناه هنا اهو، هناخده كوبي وهنرجع نحطه في مكانه، وهنا برضو حطيناه كان نفس المقاس. بعد كده في عمود
تقريبا اصغر شوية، يعني ناخد المقاس الصغير ده نحطه هنا. خلاص انا قلت لحضراتكم من غالبا شوية وانت شغال هتلاقي العمدان بتتكرر معاك، فانت مش هتبقى في حاجة ان انت تقعد تبنيها من اول وجديد، هتقعد تاخد كوبي وتسقط العمدان في مكانها وبس. خلاص بقت شبه بعضها او المقاسات بتتكرر، هنبدأ ان احنا ننزل العمدان بمقاساتها في اماكنها وخلاص. زي ما بقول لحضراتكم ان كوبي بتبقى افضل، ان انا لما بعمل كوبي بقدر ان انا انزل العمود على طول خطوة واحدة، بدل ما انزله يبقى مش مظبوط اقعد اعمل له اونلاين عشان اظبطه. وعشان عشان تاخد كوبي والعمود يبقى لسه معاك، يعني تحطه ويبقى لسه ناشط معاك، تقدر تحطه تاني من سلكت على مالتيبل. انا لو شلت مالتيبل دي وجيت حطيت مثلا عمود هنا هيتحط وخلاص الامر خلص معايا، ولو خدت كوبي تاني منه وحطيته هنا هيتحط والامر خلص معايا. فانا عشان الامر يفضل فعال معايا فاختار كوبي واختار مالتيبل، هتلاقي العمود اهو انا بحطه والامر شغال معايا لسه نشط. طبعا العمدان دي مش مظبوطه، انا كنت بشرح لحضراتكم موضوع مالتيبل، بس دي ايه نشيلها ونبدأ نكمل تاني مع بعض. العمود ده ممكن ناخده كوبي، نبدأ ننزله عندي هنا. عندي هنا عمود هنشوف مقاسه كام، ده 1500، 1500 عندي اهي كنا عاملينها قبل كده، ده 1500 في 300. هناخده كوبي وهنيجي نحطه في مكانه هنا، نحطه هنا وهنبدأ ان احنا نسلكت عليه ندوس سبيس عشان يروتيت معايا، واعمل اللاين للعمود اقدر ان انا انزله في مكانه. واخده كوبي من عندي ليه ميرور الناحية التانية برضو انزله هنا. هنا العمود كبير، طيب ممكن نصغره، هو غالبا دي هتبقى اللي هي 1.10 متر. تمام هو ظبط كده معايا على 1.10 متر. في عمود تاني تحت هنا ناخد ده كوبي، كده نزلت العمود معايا. انا عايز كده اشوف دنيتي على 3D بقى شكلها عامل ازاي، فبفتح 3D بلاحظ ان خلاص انا العمداني خلاص انا كلها انا حطيتها، وببدأ ابص اشوف ممكن يكون في عمود انا محطوش. اه فعلا في عمود هنا انا ما حطيتوش، في حاجة تاني غير العمود ده. ابص كده انا شايف ان الدنيا بقت تمام وعمداني كلها تقريبا بقت مظبوطة، فاضل عمود واحد في الحتة او في الاريا دي نرجع نحطه. احنا كنا هنا، ايوة فعلا في عمود هنا، ناخد ده كوبي هنيجي هنا نقول له باست. كده انا نزلت العمود معايا، كده انا خلصت كل عمداني وده شكلها في 3D. هنبدأ دلوقتي ان احنا نعمل الحوائط بتاعت البيزمنت. علشان ابني حيطة في الريفت اعمل ايه؟ برضو كذلك هروح عن architectural tab فاختار وول، وهلاحظ ان في الوول عندي منها اكتر من تايب واكتر من سايز. انا عايز اعرف انا هختار انهي واحد، فلازم اعرف عرض الحيطة عندي الاول كام. فده عرض الحيطة بيقول لي الحيطة عندك 25 سنتي. طيب الوولز عندي فيها 25 سنتي، انا مش شايف ده، انا شايف فيه 200 جينيريك وشايف 200 جينيريك
فيلد وشايف انواع كتير. طيب انا اختار 200 جينيريك واخش اعمل edit type وهقول له دبل كي، نفس الخطوات اللي احنا كنا بنعملها في العمود، واقول له دي هتبقى 250. انا الحيطه عندي عرضها 25. طيب عايز اعدل هنا الويتس بقى من 250، هو مش ناشط عندي، فاعمل ايه؟ هخش على structure ادوس edit وهاجي جنب structure في خانه thickness واختار دي تبقى 250، هقول له اوكي. هلاحظ ان مقاس هنا بقى 250 مظبوط معايا. طيب ارسم حيطه ازاي؟ يا اما اسلكت وابدا احدد انا الحيطه بتاعتي تترسم بالشكل ده، انا كده رسمت حيطه تمام وهتبان معايا في 3D اهي الحيطه اللي انا رسمتها. هنا بيقول لي انت عندك البيز كوكري بتاعك اللي هي بيزمنت، وعامل لك التوب بتاعتك، احنا عايزين نعمل التوب بتاعتنا جراوند، فهو ظبطها لي بطول العمدان على طول. طيب في طريقه تاني ممكن، طبعا هي مش مظبوطه، فاعمل اللاين عشان اظبطها. في طريقة تاني اقدر ارسم بيها حيطة او وولز، اقدر ايه هي؟ ان انا من برضو ستراكشر اختار وول واختار حاجة تانية، يا اما لو دوست ريكتانجلر دي ممكن ارسم حيطة على طول بالشكل ده. انا كده برسم حيطة عرضها 25 سنتي بالبرواز اللي انا بحدده. طبعا دي طريقة تانية ان انا ممكن ارسم بيها حيطة لو اوضة موجودة قدامي واضحة على طول. طيب ما عنديش اوضه واضحه والدنيا عندي ملخبطه وعايز امشي على معماري الكاد بالظبط، اعمل ايه؟ اقول لك هنختار اللي هي البيك بوينت او بيك لاين. بيك لاين الخط اللي انا هسلكت عليه هيحولولي الحائط، يعني انا واقف على الخط ده، الخط ده لو سلكت عليه عملهولي حائط. بس الحائط ده عملهولي ازاي؟ عملهولي يعني خلى الخط اللي انا حددته هو سنتر الحائط. طيب انا مش عايز الخط اللي انا احدده يبقى سنتر الحائط، انا عايز الخط اللي انا حددته يبقى الفينش بتاع الحائط، فاعمل ايه؟ هلاقي هنا اللوكيشن لاين بتاعي بدل ما هو كان موجود في السنتر لاين، لا انا اخليه مثلا فيس اكستيريور، وهاجي احدد كده. مجرد ما بقف هو بيحدد لي الديد لاين بتاعي، او مش ديد لاين، الهيدن لاين بتاعي اللي يقدر يحط لي عليه الحيطه. يعني انا تعال نجرب في الحيطه اللي بعدها. طبعا الخط الاحمر ده دي حدود المحاره بتاعت الحيطه، احنا بنتكلم في خط غامق اللي جوه ده حدود الحيطه. طيب انا واقف كده فهلاقي الدوتد لاين بتاعتي، الدوتد لاين بتاعتي بتظهر موجوده هنا، يبقى دي كده ده السنتر لاين بتاع الحيطه، يعني الدوتد لاين ده السنتر لاين بتاع الحيطه، مجرد ما بدوس هو بيرسمها لي. طيب لو انا دخلت جوه حدود الحيطه هلاقي الدوتد لاين اتعكس الناحيه التانيه، فانا السهم الخط اللي انا بختاره مجرد ما بطلع وبنزل من عليه كده بالماوس بيحدد لي انت عايز الحيطه على يمينه ولا على شماله، عايزها على انهي حته، يعني الخط ده الفينش ولا ده اكسبوزد ولا ده ايه بالظبط. فاحنا هنختار الشكل ده. بس هلاحظ هنا حاجه، ان الحته دي الحيطه فيها اعرض شويه من اللي قبلها، فالحيطه هنا كام؟ انا عايز اقيسها، هنيجي بالدايمنشن هنقيس كده، هيقول لي اه دي الحيطه دي 280. وما انا عامل ايه؟ مسلكت على الحيطه دي واقول له ايديت تايب واقول له دوبليكيت واجي هنا اقول له من فضلك دي هتبقى 280، معلش رينيم ونشيل علامه 2 دي، نخش على ايديت دي هتبقى 280، مجرد ما اقول له اوكي اوكي هتلاقي الحيطة اتبنت معايا على طول 280. طيب اللي بعدها 280 برضو، نتأكد بقى عشان نشوف احنا هنعمل كوبي من انهي حيطة، لا هي 250. فأنا هعمل ايه؟ هاجي عند الحيطة 250 واقول له كليك يمين واقول له كريت سيميلر، وابدأ ان انا اعمل بيك لاين بتاعتي واحدد بالشكل ده. انا كده بحدد الحيطة بتاعتي تنزل فين.
كده احنا ماشيين مع بعض بنرص الحوائط بتاعتنا. موضوع بسيط، انا كده ماشي على لوحة الكاد بالظبط. في ناس كتير بتخاف يقولك انا ماليش ان انا اعمل حيطة وده هيدك، انا مش عايز اخش فيه وانا ممكن اخش فيه الموضوع ما يبقاش تمام ويحصل مشاكل، وبيخاف ان هو يحول المعماري الكاد لريفت. فانا بقول له لا، الموضوع بسيط مفيش حاجة فيه صعبة، انا عندي الحيطة دي السمك بتاعها 200. الموضوع بسيط مفيش حاجة فيه صعبة، وتقدر ان انت تعملها بمنتهى السهولة وانت ماشي على لوحة الكاد كأنك بتشف من عليها المعماري بتاعك، فتأكد انك عمرك ما هتغلط. احنا هنا نختار الحائط اللي هو 200، وهنختار برضو بيك لاين، وهنمشي نفس الكونسبت. هتلاحظوا الحائط بقى 200، انا اخترت 200 وشغال. هنا 250، يبقى اختار 250 واقول له create similar، اختار بيك لاين وابدأ ان انا احط 250. وهنا طلع لي ايرور بيقول لي خد بالك انت حطيت 2 حيطة فوق بعض. طب هو ليه الايرور ده جه؟ عشان انا كليك يمين كده كريت سيميلر، انا كنت حطيت حائط في الحتة دي ورجعت اخترت الخط ده كله فحطيت حائط تاني، ففي حوائط اتدبلرت فوق بعضها فطلع لي رسالة الايرور. وانا هرجع اظبط الكلام ده كده، هرجع اظبط كده. هنوصلها بالحائط دي كده، كذلك هنعمل كليك يمين كريت سيميلر برضو بيك لاين بتاعتي، وهبدأ ان انا احدد الحائط اللي انا هشتغل عليه. الموضوع بسيط جدا مفيش فيه اي حاجة صعبة. هنا بيقول لي خد بالك انت حطيت 2 حائط فوق بعض. نرجع تاني نقول له كليك يمين كريت سيميلر، كده احنا رصينا الحوائط. عايزين نشوف اللي احنا عملناه ده وصلنا لفين، يعني عايزين نبص بصة كده على ال 3D نشوف احنا وصلنا لفين. بس في عمود، في حيطة هنا ما ظبطتش معايا، نشوف عرضها كان كام. دي 250 والحائط دي كانت 250، يبقى احنا محتاجين نعمل اللاين كده عشان. طيب هي الحائط هنا كام؟ واضح ان الحائط هنا مختلفة شوية، ممكن نشوف نعمل اللاين ونشوف الحائط دي كام. دي 270، 270 دي مش موجودة عندي، يبقى انا اعمل من هنا كده دبل كيت واقوله دي 270، بعد كده اقوله اوكي واديت واختار دي تبقى 270. اوكي اوكي واعمل اللاين للحائط، وممكن اعملها ستريتش معايا توصل للعمود. الحائط اللي بعدها هنا 250، فانا اجيب حيطة 250 اشتغل عليها. ادي كليك يمين دي 250 اقول له كريت سيميلر، بقول له بيك لاين، حددت الحائط بتاعي 250. طيب عندي بعد كده في هنا حائط. طيب نبص بص على ال 3D اهو. ده الحوائط كلها عالية جدا معايا، يعني انا كنت عايز اظبطها زي ما ظبطت الحائط ده. موضوع كده احنا اشتغلنا ما خدناش بالنا منه. اعمل ايه؟ اعمل سيلكت اقول على كل اللوحة، ومن فلتر اقول له شيل ستراكشر فلور سلاكشر كولومز وفلور، شيلهم لي وسيب لي الولز بس.
في الولز انا في حيطه كنت ظبطتها قبل كده هشيلها من الموضوع، واجي هنا اقول له خلي كل الحوائط دي على التوب او اب تو ليفل جراوند، بس يعني بامر واحد انا عدلت كل الحوائط اللي عندي. في هنا عمود واضح ان احنا نسينا نعمله، في عمود عندي هنا واضح ان احنا نسينا نعمله، ممكن ناخده من هنا كوبي ونسقطه تحت ينزل معايا على طول. نرجع تاني منظر 3D، ادي الشكل بتاعي. ممكن فاين وممكن نخلي دي رياليستيك. هتلاحظ ان الشكل العمود بيتقرب شوية، شكل خرسانة والحوائط واخدة لون معين. احنا هنكمل مع بعض دلوقتي، احنا خلاص حددنا الحوائط بتاعتنا وهنكمل مع بعض باقي المبنى او باقي الدور اللي انا شغال فيه. عندي هنا حائط تاني عرضه 100، فانا هعمل ايه؟ انا هختار نفس الحائط ده اللي انا شغال عليه وهخش اشوف في منه عرض 100 ولا لا. مش موجود، فانا هقول له edit type واقول له duplicate واسمي ده 100 اوكي، وedit واخلي دي 100 واقول له اوكي. اوكي انا كده عملت تايب جديد اسمه 100، فده ارجعه تاني ل 250. ده احنا عدلناه كدوبليكيت، اتعدل معاه على طول. كان في عندي مقاس 250 اهو، كده احنا رجعناه تاني 250. ممكن ناخد منه كرييت سيميلر، كرييت سيميلر ده يقول له من فضلك اختار لي ده اللي انا هشتغل عليه يبقى المية المية، اختار بيك لاين واختار الحائط كيرفت اللي عندي. مجرد ما اخترته زي ما حضراتكم شايفين كده اترسم معايا على طول. ده شكل الحائط. في حاجة بس بحاول ان انا اشوف هما ليه مش ماسكين في بعض او ليه مش مقفولين مع بعض كده دايرة واحدة، نشوفها في 3D. ادي حائط، في حائط سمك عريض شوية وفي حائط كيرفت اتعمل معايا. طيب الحائط السمك عريض ده هناخده كريت سيميلر وهنيجي نعمل نختار بيك لاين ونختار الحائط ده، وهاجي هنا هعمل ستريتش للحائط ده لغاية الحائط التاني. انا ليه عملت الستريتش ده؟ انا كده لو بصينا في 3D هتلاحظ ان الاوضة خلاص الحوائط كلها مقفولة على بعضها. عندي هنا باب عايز اركبه او عايز احطه، فهعمل ايه؟ هاجي من الستراكشر هقول له دور. طيب الباب ده عرضه كام؟ المفروض اشوف عرضه الاول من خلال الرسمة اعرف عرض الباب من النقطة دي مثلا ليه النقطة دي، واجي مايل. طب نقيس تاني من هنا لهنا، بيقولك الباب ده 90 سنتي، فانا من الستراكشر اختار دور ومن الدور هنا اختار باب 90 سنتي. 915 مفرقتش كتير، ممكن اجيبه واحطه كده. مجرد ما بدوس عليه بختاره واجي على الحيطة هو بيظهر معايا على طول، مجرد ما بكليك بينزل معايا. شكله بيبقى عامل ازاي في 3D؟ شكله كده، ادي الباب اتحط وشكله في البلان زي ما حضراتكم شايفين كده. موضوع بسيط جدا. نكمل، عندي هنا حوائط برضو بكلايم بتاعها نختاره. في هنا عمود احنا برضو تقريبا ما حطيناهوش،
كويس، احنا شغالين وبناخد بالنا يعني، احنا اللي عدى علينا واحنا شغالين في العمدان واحنا شغالين في الحوائط بناخد بالنا منه. طيب العمود ده مقاسه كام؟ ده متر. احنا ممكن ناخد عمود من هنا او عمود من هنا، نقول له كوبي ونيجي نحطه في مكانه هنا. هو نزل مظبوط نفس السايز، هو فعلا كان عمود متر. برضو create similar، في عمود تاني هنا برضو نسينا نحطه، نحط الحوائط دي الأول بس نرجع نشوف العمود ده، في عمود هنا برضو ما تحطش. مقاسه كام؟ مقاسه 700. ممكن ناخد ده create similar أو ناخده كوبي ونيجي نحطه. لا هو ده مش عمود، هو ده حائط، بس ده حائط من اللي هو السايز اللي هو 300. ده حائط يا جماعة مش عمود. انا بالهاتش بتاعه عرفت ان ده الهاتش بتاعه كان مختلف عن هاتش العمدان. هنختار بيك لاين بتاعته. طب صعب نختار بيك لاين، فنختار الول وهنرسمه احنا بالشكل ده. هو بس لما نزل مسك في الحائط اللي تحت. احنا المفروض ان احنا تاني نقول يبقى دي خليها سنتر عشان نعرف نرسمه. بيترسم معايا بالشكل ده كده مظبوط، كده نزل معايا مظبوط. نرجع تاني نكمل. عندي حائط هنا 10 سنتي، الحائط ده متجلد حوالين العمود. هبدأ ان انا برضو ادخله معايا. هو في فرق بسيط، احنا لو عايزين نعرف الفرق ده كام ممكن نشوفها. يكون مش 10 سنتي بالظبط، هو 10 سنتي و8 ملي، فاحنا هنظبطها برضو 10 و8 ملي عادي زي ما بنخش نعمل دبل كيت ونظبطها. احنا بنحاول نشرح الكونسبت بس بشكل سريع. create similar برضو بيك لاين. انا مع حضراتكم لغاية ما نخلص الدور ده كله ونبقى شفناه بعد ما خلص. طبعا في هنا الحائط بتاعت اسانسير، ده اسانسير ده بير اسانسير. عندي الحائط ده ممكن اقفله للاخر. كليك يمين كريت سيميلر، انا بقفله للاخر برضو بستريتش عشان اعرف احط عليه الباب. اهو بيك لاين وده ممكن نقفله للاخر. الحائط ده ممكن نقفله للاخر ونبدأ نجيب شكل الباب. ممكن اختار الباب ده واقول له create similar وابدأ احطه هنا. لو اتحط معايا وابدأ باب زي ده احطه هنا. انا كده حطيت الابواب بتاعتي. طيب ممكن نبص على 3D نشوف احنا وصلنا لفين.
طيب انا كده عملت خلاص شكل الاسانسير والسلم اللي هيبقى حواليه، وفاضل لي هنا الحائط اللي قافل الاوضه دي، وقافل فيه هنا باب خاص بحمام انا كنت فاكر انه موجود. ايوه في حمام هنا وليه باب فعلا، ممكن ناخد ده كليك يمين كريت سيميلر ونختار الباب بتاعي. طيب الباب ده كبير شوية، احنا ممكن نجيب باب صغير، ده 700 هو على مقاسه زي الرسمة بتاعت الكاتب بالظبط، حطيناه عندي. بعد كده ممكن ندوس كليك يمين كريت سيميلر، نختار بيك لاين ونبدأ ان احنا نحط الحائط هنا. طب الحائط ده واضح ان هو مش 10، طب هو كام؟ ممكن نشيله ونقيس الحائط ده كام عشان نعرف احنا هنحط كام. ده 150 تقريبا، 153، يبقى احنا هناخد حائط من هنا نقول له كريت سيميلر، نبدأ ان احنا نخش نعمل edit type، نقول له duplicate ودي هتبقى 153، ونخش على edit هنا ونخلي دي 153. نختار بيك لاين كده، الحائط نزل معايا مظبوط، وهنا كمان نزل مظبوط، عندي الحائط دي 10 سنتي هنا بيك لاين. احنا كنا حاطينها هنا قبل كده. طيب منظر معايا في 3D شكله ايه كده؟ خلاص الأوضة اهي، الحمام خلص، بابها، الموضوع بتاع السلم ممكن نلف المبنى نبص عليها، وده باب المنطقة بتاعة الأسانسير، وهنا في الباب بتاع الغرفة الكبيرة دي. نرجع نكمل تاني، عندي هنا ده عمود تقريبا احنا ما عملناهوش. طب العمود ده مقاسه كام؟ 1445. طيب يبقى انا محتاج ان انا اجيب عمود كوبي زي كده، اقول له هي دي عمود او حائط، بس هو في عمود هنا فغالبا دي حائط، فاحنا خلينا نعملها حائط. بس عرضها كام؟ 250. 250 دي احنا نفذناها في البداية خلاص، اللي هي الحائط دي، ناخدها كليك يمين كريت سيميلر، نبدأ ان احنا نحدد بيك لاين، نحدد ان دي 250 ودي معاها 250، وابدأ ان انا اختار هنا برضو كليك يمين كريت سيميلر، وابدأ احدد بيك لاين بتاعتي. ممكن ان انا اقفلها للاخر بالشكل ده. هو بيقول لي خد بالك في حاجة اتكررت معاك، او في حاجة جت فوق حاجة، احنا ممكن نعمل مظبوط ده حقيقي. انا عندي ان انا كنت راسم حائط هنا وده كله اتكرر كده تقريبا فوقيها تاني. طب احنا ممكن نعمل اندو الخطوة اللي فاتت، ونبدأ ان احنا ندوس هنا كليك يمين كريت سيميلر، نبدأ نبنيها تاني. الموضوع مش صعب، هو ضغطة زر واحدة زي ما حضراتكم شايفين الحائط بتبني معايا، فما بيحصلش عندي مشاكل في أي حاجة. والحاجة عشان باخدها كريت سيميلر فخلاص هي باخدها بنفس إحداثياتها، فاحنا لما ظبطناها إن أنا عندي التوب ليفل عندي اللي هو الدور الجراوند، فكل الحوائط اللي باخدها كوبي بتظبط معايا على دور الجراوند على طول. هنا كذلك برضو بيقول لي في حاجة متكررة. طيب احنا نرجع الخطوة اللي فاتت دي تاني، نعرف ايه هو المكرر عندي. مفيش حاجة متكررة لو خدت دي كده. طيب هو ايه بقى بيقول لي اكسس
فيول سلايد. ماشي، انا مش فاهم ايه الايرور بصراحة اللي هو بيقول لي عليه. طب احنا ممكن نبص على 3D. انا شايف ان الدنيا تمام، ما عنديش مشاكل في حاجة. عندي هنا باب بقى ظرفتين، احنا عايزين نجيب باب دور، والدور ده يكون ليه ظرفتين. فهنعمل لود فاميلي، هنخش على المسار بتاعنا في السي، في بروجرام داتا، في الار في تي، في اسف اوتو ديسك، في ار في تي 2017، في لايبريز ايجيبت. هنلاقي دورز، هنلاقي في الدورز حاجة اسمها دبل فلاش، هنختارها ونيجي نحطها معانا كده، هتلاقي بتنزل معايا على طول. طيب الباب ده كبير شوية عن الموجود في الرسمة، ممكن نصغره، في منه مقاس أصغر، احنا كده حطينا الأصغر. ممكن تخش تعدله بنفسك، يعني تعمله دبل كيت وتعدل على المقاس اللي انت محتاجه. نعمل كريت سيميلر تاني، نبدأ ان احنا بيك لاين ممكن نقفل بيك لاين ده للاخر مع العمود، والباب ده نقول له كليك يمين كريت سيميلر ونجيبه هنا. نبدأ ان احنا بالاتجاهات في الكيبورد، لو انا سيلكتد عليه بالاتجاهات بجيب شمال ويمين هقدر ان انا احركه معايا. اكمل مع حضراتكم تاني، ده كريت سيميلر. الحوائط اللي انا اشتغل عليها ده ممكن اعمله ستريتش لغاية الاخر. وعندي هنا في باب، ممكن اروح اجيب باب من هنا كوبي، او اسف سيلكت سيميلر، واجي هو هنا وانا واقف بره بعيد عن الحيطه، هو جايب لي علامه كده يعني في حاجه غلط. مجرد ما بقرب من الحيطه يبدا الباب يظهر معايا كده، الباب اتحط، الحوائط عندي اتبنت تمام. عايزين نكمل كريت سيميلر وابدا ارسم باقي الحوائط عندي بيك لاين اهي. اتعمل قبل كده، هو اتعمل تحت، فانا هنا اخترت الخط ده، فالخط ده كامل لغاية تحت، فجت اتدبلرت فوق الحائط دي، عشان كده بيديني الايرور. والمقاس ده مش متوافق مع الحائط اللي احنا واخدينه كريت سيميلر. هنا الحائط موجودة برضو عندي، قال لي مش ينفع تحطها. من هنا كليك يمين كريت سيميلر بيك لاين. ماشي، حضراتكم بتلاحظوا كل فترة بيفكرني اعمل سيف. طبعا ده بيبقى لمصلحتي، ان انا ممكن انسى واعمل سيف، الكهربا تقطع لو شغال على البي سي او حاجة وملحقش اعمل سيف، وده هيبقى مشكلة. هو بيفكرني، وانا شرحت في اول سيشن احنا او تاني سيشن انا ازاي اقول له يفكرني او يفكرني كل قد ايه. عندي الحوض ده ممكن اعمل له ستريتش لغاية العمود كده، وممكن كذلك هنا الحائط ده اعمل له ستريتش لغاية العمود الاخر كده. وهنا كذلك ده هنا احنا عملناه خلاص. طيب الحائط اللي احنا عملناه هنا حائط هنا ليهم ابواب، ممكن ناخد ده كده نقول له كريت سيميلر، نبدأ نحط الباب هنا، نبدأ نحط الباب
هنا. طب هو هنا مش مظبوط، لو دوست سبيس هيلف معاك الباب وتقدر تحطه بشكل صحيح. سبيس في الكيبورد بقدر الف بيها الشكل اللي انا عايزه. طيب الحائط دي هنا بقى كنت فاكر ان الحائط دي قلنا عليها مقاس مش ابليكابل معاها. الحائط دي 1.20 متر، فانا ممكن اختار من هنا كريت سيميلر واختار حائط يكون 1.20 متر. موجود 1.20 متر؟ مش موجود. طب ممكن نخش edit type ونعمل duplicate ونكتب ده هيبقى 1.20 متر واقول له اوكي وedit واختار ده يبقى 1.20 متر واقول له اوكي اوكي وابدأ احدد big line بتاعتي ويبدأ يرسمه معايا. نرجع تاني كليك يمين سليك سيميلر نفس الموضوع بنكرره ميك لاين كده. حضراتكم بعد الشرح ده اي رسمه كاد انت حابب تحولها لريفيت هتلاقي الموضوع سهل جدا معاك ومش هياخد معاك وقت. لو بصيت في وقت السيشن اللي احنا شارحينها، والسيشن دي طبعا هتكون واخده وقت اطول ان احنا بنتكلم فيها واحنا بنشرح، ف انت لو شغال وايدك خدت على الموضوع ده هتلاقي الموضوع بيتحول معاك على طول من كاد لريفت بشكل سريع وما بياخدش معاك وقت ما بياخدش معاك مجهود. المحاضرة بتاعتنا تقريبا وقتها لا يتخطى الساعتين. احنا خلصنا تقريبا شرح محاضرة كاملة ورفعنا دور كامل معماري بالشرح وما كملناش ساعتين. فانت لو شغال لوحدك المفروض دور زي ده بحجم بسيط كده او حجم صغير يخلص معاك على طول في ساعة واحدة، وده انت لو عملته فعلا في ساعة هتقدر ان انت يعني مثلا مبنى دي في 7 ساعات تقدر ترفع ال7 ادوار بتوعها. مع العلم ان انت العمدان دي ممكن تاخدها كوبي تسقطها فوق، ان غالبا العمدان بتبقى مكملة معاك لغاية اخر دور. فانت كده خلاص يعني يعتبر الشغل اللي انت بنيته من تحت كمان تقدر تبني عليه فوق. احنا نبص بصة على 3D، ادي الغرف بتاعتي. احنا ممكن نجيب التوب. انا عندي هنا ده الفيتور كبير اسانسير وده المدخل بتاعه، وفي هنا وراه 2 تانيين ده المدخل بتاعهم، وده حائط فاصل ما بين هنا وما بين هنا. كل ده خلصان. العمدان بتاعتي واضحة ايه خلصانة كده. انا خلصت كل دول. طب فاضل لي ايه عشان يبقى الدور بالنسبة لي خلص كله ورفعته كله معماري؟ فاضل لي غرفة صغيرة هنا وفاضل لي غرفة تانية الناحية في الجنب ده. ممكن نعملهم برضو. انا لو جيت برضو قلت وول، مش هقول وول بقى، انا هاجي هنا اشوف عرض الحائط ده كام. 10 سنتي او 100 ملي. اجيب حائط 100 ملي واقول له كرييت سيميلر واقول له بيك لاين وبكليكه واحده في الريفت بقدر احول المعماري على طول. بقدر ان انا اقفل الحائط ده للاخر. نجيب باب برضو كليك يمين كرييت سيميلر احطه معايا. نفس الموضوع هنا ميك لاين وعندي باب دبل. ممكن نجيب باب دبل من هنا كليك يمين كريت سيميلر و انزله معايا على طول. ممكن اسلكت عليه زي ما قلت لحضراتكم. انا كده من خلال اتجاهات الكيبورد بحركه شمال ويمين، من خلال الكيبورد بحركه ان انا يبقى مظبوط معايا كده. المفروض ان انا خلصت المعماري بتاعي كله. ادي الغرفة بتاعتي وغرفة تانية ما كانتش معمولة كده. انا رفعت المعماري بتاعي كله كده. الدور البيزمنت عندي جاهز ان يعني ان 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 كده خلص معايا، مش جاهز لحاجة دلوقتي، هو كده خلص معايا.
اقدر زي ما عملت البيزمنت اقدر اعمل الدور الجراوند، واقدر اعمل هي المنطقة دي. انا حاسس ان فيها حاجة مش مظبوطة، بس عايز ابص عليها بشكل كويس. في حوائط هنا ما كملتش للاخر، في منطقة هنا فاضية فعلا، في حائط هنا عرضها 30 سنتي 25 سنتي تقريبا ما اتعملتش. تمام كده اتعملت معايا، وكده المنظر هتلاقيه مكتمل معايا في 3D كده مظبوط. كده احنا خلصنا البيزمنت. طيب هنلاحظ ان انا عندي في البيزمنت فلور لو دوست دبل كليك مش هلاقي لوحة الكاد. ليه؟ لوحة الكاد انا منزلها في الستراكشر بلان. كده ظهر معايا البيزمنت ده، كده الشغل بتاع الريفيت، كل ده المعماري بتاع الريفيت، ده مش معماري الكاد، حتى رسمة الكاد اللي انا مدخلها مش ظاهرة معايا. طيب الخطوة التانية اللي انا هعملها هي عبارة عن ايه؟ هي ان انا اروح في الجراوند واعمل نفس اللي انا عملته في البيزمنت بالظبط، ابني دور الجراوند. طيب هروح في الجراوند عشان اعمل لينك كاد. لاحظت حاجة، لاحظت ان في الجراوند ظاهر لي المعماري بتاع البيزمنت. طب ازاي هو انا ممكن في الجراوند اشوف حاجة في الدور التحتية؟ اه ممكن، وممكن كمان تشوف حاجة في الدور اللي فوقيك. طب ده بعمله ازاي او بتحكم فيه منين؟ بتحكم فيه من قائمة بروبرتيز، في حاجة عندي اسمها فيو رينج. من فيو رينج تقدر تتحكم انت تشوف لغاية حدود فين، يعني المبنى بتاعتك حدود القطع بتاعتها فين او تشوفها ازاي. طيب تعالوا نظبط الوضع عندنا دلوقتي عشان نخلي ان في الجراوند مش شايف البيزمنت، عشان نعرف نبني بعض او ندخل دور الجراوند ونبدأ نرفع الحوائط بتاعته معانا. فاحنا نخش على فيو رينج، هنلاقي عندي هنا حاجة اسمها التوب. التوب ده انا دلوقتي واقف في الجراوند، فالتوب بالنسبة لي هو الفيرست، والكات بلان ده اللي هو الليفل بتاعي من الجراوند. الجراوند ارتفاعه انا هعمل كات بلان على 1200 مثلا متر وعشرين سنتي من دور الجراوند. طيب والبوتوم بتاعي هو البيزمنت، والاوفست بتاع البيزمنت عندي هخليه زيرو، والتوب عندي هخليه زيرو. تمام، والفيو ديبس انا عايز اشوف تحت الجراوند بقد ايه. هو هنا عامل لي تحت الجراوند بمتر وتمانين سنتي، اقول له لا انا مش عايز اشوف تحت الجراوند بحاجه، واقول له ابلاي. هو هنا نراجع مع بعض بس، والفيو ديبس بلين اه بيقول لك ان فيو ديبس هو اباف البوتوم كليب بلان. طيب نرجع تاني، التوب عندي هو الفيرست مظبوط، انا واقف في الجراوند، والبوتوم عندي هو الجراوند، والليفل ديبس اللي انا واقف فيه. طيب احنا ممكن نخلي بوتوم جراوند، نقول له اوكي. كده تمام، كده ظبطت معايا في الفيو رينج. البوتوم بتاعي هو الجراوند، تخليه جراوند وزيرو، انا مش عايز اشوف حاجه غير الجراوند، ده البوتوم بتاعي. والتوب هو الدور التالت، والكات بلان بتاعتي هتبقى متر وعشرين من الجراوند، و الليفل او الفيو ديبس بتاعي الليفل بتاعه هيبقى زيرو، مش عايز اشوف حاجه. الديبس ده يعني لتحت، انا مش عايز اشوف حاجه تحت الجراوند. فمجرد ما عملت كده هو ما ظهرليش البيزمنت، بقى كده البيزمنت ظاهر في دور بيزمنت بس، والجراوند مش ظاهر فيه حاجه. طيب احنا هنعمل بس دلوقتي من انسرت، هنقول له لينك، وهنختار الجراوند، وهنقول له برضه هنظبط بالمليمتر، وهنظبط الحاجه اللي احنا كنا ظبطناها نفس كل حاجه كنا ظبطناها، ونقول له اوبن. هنلاحظ ان الجراوند لما هينزل هينزل فوق البيزمنت بالظبط، يعني الاثنين هيبقوا فوق بعض بالظبط. اللي هيحكم لي في دي منظر الثري دي، ده كده البيزمنت اللي انا بنيته، وفوقيه دلوقتي في الجراوند. لو جبت منظر التوب هتلاقي المبنيين فوق بعض بالظبط، الرسمتين فوق بعض بالظبط، مفيش فرق ما بينهم. مش شايف انت عمود مترحل يمين او شمال، مش شايف حاجة. احنا ممكن نجيبها هنا واير فريم عشان الدنيا تبقى واضحة، شكل الحوائط والمبنى كله مظبوط فوق بعضه.
تمام. ممكن نعدل شكل 3D تاني، لو جبنا فرونت هتلاقي المبنيين زي ما احنا كنا ظبطينهم في الكاد بينزلوا معايا في الريفت. طب تعالى كده في الفيرست ونعمل برضو لينك كاد وندخل دور الفيرست، اوكي. وهنيجي في الميزانين وندخل الميزانين، في الميزانين ونقول له لينك كاد وندخل دور الميزانين، نقول له اوكي. هتلاحظ برضو لو رحنا للثري دي الادوار اللي احنا نزلناها بتنزل زي ما حضراتكم شايفين، ايه كل حاجة بتنزل في الليفل اللي احنا كنا حاطينه من البداية. ولو جبت التوب عايزين نجيب توب، عايزين نلف الشكل معانا، ايوه كده تمام. زي ما حضراتكم هتلاحظوا ان المعماري نزل فوق بعضه. خلينا نحكم مثلا على مكان زي الاليفيتورز، اسانسيرات، هتلاقي الاسانسيرات نازله فوق بعضها، هتلاقي السلم، المنطقه بتاعت السلم نازله فوق بعضها، الارقام جايه فوق بعضها. انت كده ظابط المعماري كله فوق بعضه. فانت تقدر ان انت تبني الجراوند زي ما عملنا البيزمنت بالظبط. احنا البيزمنت كان لوحه كاد قدرنا ان احنا نحوله لريفت. نفس الخطوات لو طبقناها في الجراوند وفي الفيرست وفي الميزانين في الاربع ادوار بتوعنا او السبع ليفلات بتوعنا اسف، هيبقى كده احنا حولنا المبنى كلها لريفت واقدر ان اشتغل عليها بالريفت. طبعا في تفاصيل كتير في المعماري، ان انت عايز تعمل الرامب بتاع البيزمنت، عايز تعمل السلم بتاع المبنى، عايز تحط الاسانسيرات، كل الكلام ده سهل ان يتعمل، بس انت هتحتاج ان انت تبص برضو على كورسات او على فيديوهات خاصة بالاركتشرال للمعماري، هتلاقي الموضوع بسيط جدا. او انت لما تقف عند حاجة تقدر تعمل عنها سيرش، تعرف بتتعمل ازاي وهتقدر تعملها في ساعتها. كده احنا خلصنا مع بعض السيشن رقم 4، اتعلمنا فيها ازاي نحول الكاد لريفت، وان شاء الله نلتقي مع بعض في السيشن الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.